إذن رجعنا مشاهدينا ومكملين معاكم في ضحى العيد. وضيفتنا اليوم هي مدربة حياة متخصصة في العلاقات، وهي من الشخصيات المؤثرة في وسائل التواصل الاجتماعي، ودائما تطل علينا في برنامج شاي الضحى بمواضيع تحفيزية وتشجيعية خاصة بالمرأة. نرحب بالأستاذة دلال الجناعي، مدربة حياة متخصصة في العلاقات. صباح الورد، كل عام وانت بخير. صباح الخير. صباح الخير، والله عيدك مبارك حبيبتي، وعساكم من عوادة. وايد وايد سعيدة أتواصل وياكم، يوم جدا في فرحة وخير بسنة جدا غريبة عجيبة وحلوة إن شاء الله علينا كلنا. آمين يا رب العالمين. آمين. حلو التفاؤل أستاذة دلال، يعني الواحد إن شاء الله حتى يشوف الأمور إنه يخليها في بهجة وتفاؤل، حتى لو كان متضايق من داخله، لكن لا يبين هذا الشعور علشان لا يعكس على غيره يمكن. شوفي، هي سنة جدا غريبة ولكن فيها وايد هدايا يعني، وهذا الشيء احنا نبي نذكر الناس ونركز عليه يعني، علشان احنا تمشي الحياة بطريقة تخدمنا. هذا المهم يعني، رضينا أم أبينا هذا الوضع، عرفتي؟ ولكن في ناس تصارع هذا الوضع ومعاندة هذا الوضع وخايفة من هذا الوضع أو مستاءة من هذا الوضع. إنزين، شو النتيجة؟ النتيجة إن إحنا نحس بسترس، نحس بضغط، نحس بتوتر، العلاقات قاعد تفكك، فهذا كله ما يخدمنا، خصوصاً إن إحنا سنين قاعد نبني حتافة بيوم وليلة قاعد تفكك كل هالأمور. بالضبط، صحيح، وهذه نقطة وايد مهمة أستاذة دلال. لكن اليوم العيد فرحة، لابد أن الواحد يحس في هذه الفرحة مع هذه الظروف الاستثنائية، نقول مع جائحة كوفيد-19. شلون يقدر الواحد يستمر أنه هو يحتفل بالعيد ويحس بهذه البهجة؟ في ناس تقولك لا، أنا أحس بضيقة، مع أن العيد المفروض الواحد يكون مبتهج. صح. شوفي، وايد مهم ان اولا واهم شيء ان احنا نتذكر نبتعد عن التعلق. التعلق بشنو؟ انا متعلقه بصوره معينه لازم تصير علشان انا اصير سعيده، لازم اسافر علشان اصير سعيده بالعيد، لازم اطلع واروح البحر عشان اصير سعيده بالعيد، لازم انا whatever it is اللي ايا كان انا متعلقه فيه، وهذا الشيء الوحيد اللي يسعدني. طالما احنا متعلقين معناته ان احنا اخترنا ما نستانس، اخترنا ان احنا ما نفرح هذا الوضع. نعم، إذا إحنا كل ما عارضنا كل ما هو راح يأثر علينا بطريقة سلبية. اليوم العيد، الحمد لله، أوكي، سألي نفسك، اسأل نفسك وانتو تطالعون أعزائي المشاهدين، شنو ممكن أنا أسوي علشان أستانس؟ شنو ممكن أنا أسوي حتى لو كان بسيط، حتى لو كان شيء عود، اللي هو علشان أنا أفرح؟ طالما أنا مختنق قاعد بالبيت أو قاعدة بالبيت وقاعدة في دوامة الأفكار، فأنا هني قاعدة أذي نفسي وأذي هاليهال الفقارة بعد اللي قاعدين يحتفلون أو يحاولون يحتفلون بالعيد. صح. نعم، بالإضافة إلى هذا، في ناس بتعايد بالعيد يعني، وهي عيد هو يعني مناسبة كلها أهل وكلها فرحة وعيادي. ففي ناس الحين مع العيد بتيهم حالة نفسية، شون إحنا الحين نتواصل مع أهلنا، لأي درجة نتواصل مع أهلنا، خصوصا إن هذا عيد غريب، هذا أول عيد يعني. قول عيد رمضان كان بعد وضعه غير، بس عيد الأضحى غريب، لأن إحنا حين شوي فك الحظر علينا. صحيح. وبنفس الوقت ما إحنا عارفين نتزاور ما نتزاور، لأي مدى نتزاور أو ما نتزاور. إذا أنتي كنتي من الناس أو أنت كنت من الناس اللي بتتزاور، بليز يعني حطوا احتياطاتكم، إن كان بالماسك، إن كان بالتباعد. بنفس الوقت الشيء اللي أنا أبي أحرص عليه وحط النقاب على الحروف، موضوع السلام بالعيد وايد مهم إن إحنا نحطه تحت الأنظار. صح. لأن مع العيد ومع الماسك، وفي ناس ما عارفة شلون تسلم، نسلم نمد الإيد ما نمد الإيد، you know انتباوس ولا لا، you know ظروف استثنائية من بعيد لبعيد السلام. فبس شنو المشكلة؟ في ناس يقولون ما سلمتي، هذا مو سلام، عرفتي؟ وايد مهم ان في كونكشن. السلام هو تواصل. بالطبع. مو الا نتواصل بالايد ولا باللمه او شيء كذي، بس وايد مهم في اي كونتاكت، في نظره، في كونكشن بالعين، ان السلام، عرفتي؟ مو بس يلا انا طايره بالصاله يو نو وهذا السلام، خصوصا انه هو عيد. انا ما ابي يوم العيد الناس التنشن، ما سلمت علي، ما سلم علي، ليش اليهال ما سلموا، عرفتي؟ وهني
نهد موضوع العيد وندش في موضوع السلام ودراما السلام. وايد مهم ان السلام وايد مهم ان السلام نحط له موديل الحين لانه ما له اسس. انزين في ناس بتمد ايدها، اذا انت ما تبين او انت ما تبي تسلم شنو الرد؟ حتى هني لا ما راح اسلم وكذي، والنط هذا يوتر في ناس تفاجئ برده فعلها. فانا ابي الناس الحين شوي تتدرب قبل لا تروح العيد انه شلون انا الحين بسلم، امد يو نو اقول شكرا انا افضل. في ناس يبون كذي من بعيد، في ناس عندي متدربه قالت بالبوكس، يعني هي بوكس واختها بوكس وهذا السلام من بعيد. في ناس يقولون صبر خلنا البس الجلافز. ايا كان أنا أبي إن العيد يكون عيد في راحة مو في سوء تفاهم علشان إحنا نستانس. صحيح إحنا في بداية اليوم أستاذة دلال، يعني تونا في بداية اليوم بالعيد، يعني في وقت إن الواحد يتخذ خلينا نقول شنو الإجراء الضروري اللي ممكن يسويه. صحيح حتى حق اليهال، حتى إذا إحنا الحين أنا سمعت ناس يوصون عيالهم لا يبوسونكم لا يفقصونكم لا هذا ما ندري، هذا ضروري اليهال انزين مخالف، بس الياهل مو فاهم بالضبط. بعد احنا ما نبي نصروع الياهال ان ابي خالتك ولا عمتك ولا عمك فيهم اكشنات، عرفتك؟ فانه خلي يصير موديل مريح اكثر من انه موديل فيه توتر. نعم. وين راح الياهل؟ راقبوا هذه، عرفتي؟ اللي بيسوي كذي لا يروح خلاص يقعد في البيت ويلتزم. هذا اللي بتكلم عنه أستاذة دلال. يعني اليوم مع أجواء البيت ومثل ما ذكرتي حضرتك أن كثير من الأسر عندها هذا التحفظ وهو إجراءات احترازية للوقاية من الإصابة بهذا الوباء. فاليوم إيش كثر دور الزوج مهم أنه يساعد الأم داخل البيت أن تكون في أجواء حلوة بالعيد ويهيئون الأجواء حلو. خصوصا بالنسبة للعائلة الوحدة اللي عايشة في البيت نفسه. صح، يعني ساعات اللي يصير ان نشوف ان الزوج يحس ان الموضوع مبالغ، والزوجه من حرصها على البيت وعلى اليهال وعلى يعني الامن والامان، احنا نشوف دائما اغلب الاحيان، بعد مو الكل بس اغلب الاحيان هي اللي تحاتي. فانا ابي الزوج والابو شوي وسع صدره يوم العيد، ناموا عدل، تريقوا عدل، علشان المزاج عدل، القهوه عدل، علشان احنا نمارس هذا اليوم بطريقه مريحه. بعد يعني احنا خلينا نتذكر واقعيا الكمام، اوكي يس مهم بس يقمت، فهل قمته هم توتر. فاذا انت حسيت شوي قمت شوي اخذ استراحه، ابتعد شوي، روح شوي، يعني اشرب ماي، روق شوي، قعدوا بعيد شوي، علشان احنا نسوي يعني شوي مونيتورينج. نعم. حق الموضوع. نعم. نكون واعين وين وصل الستريس عندنا. اذا بيت واحد سبب ستريس كافي، مو لازم الكل احنا نفر عليه العيد. صح. عرفته؟ صح. في مسجات، في فيس تايم، في زوم، في وايد برامج الحين. نعم. بعد الناس اللي الحين ما زاروهم اهلهم ما له داعي تشره وليش وش حقه وتزعل، يعني وسعوا الصدر. ان شاء الله الاعياد جايه، وان شاء الله هذا الموضوع ان شاء الله ما يطول عندنا. آمين يا رب يعني العالمين. وان شاء الله يعني تسهل الامور بكل الاحوال، لا يصير عليكم ستريس. صحيح. شوي شوي على الموضوع هذا يأثر على النفسيه كثير. إيه الأبو خلي يمسك شوي واحد والأم تمسك واحد. أنا أدري في وايد ناس قاعد يقولون إنزين أنتوا تعالوا زوروا بالعيد، بس إحنا ما نبي الخدم، يعني شوي خلي يصير يعني أقل نسبة ناس ممكن في الزوارة. أيوة. فمعناته إن هاليهال ما حد وراهم بالعيد، ماكو مثل ماري وهذيلا كلهم اللي يفرفرون ورا اليهال. فهذيلا اليهال هم يمكن يتهاوشون، يمكن باقوا خذوا لعبتي، فوسعوا الصدر بكل الأحوال. نعم نعم، ذكرتي نقطة وايد مهمة أستاذة دلال، يعني إيش كثر مهم إن الإنسان يتقبل ويرضى في كافة ظروفه اللي يعيش فيها، وخصوصا الأزمة اللي إحنا نعيش فيها، ويستمتع في حياته ولحظاته، يستمتع في العيد. تدرين شنو صار؟ أول ما جاءنا كورونا ومرض كورونا كابين الشر إن شاء الله يروح بسرعة. آمين يا رب إن شاء الله. اللي صار إي والله اللي صار إنه أنا أدرب نساء، فأنا يعني الرجال مو وايد سمعت منهم، بس النساء اللي يو دربتهم شنو اللي كان الهاجس اللي عندهم؟
يبون يعيشون في وضع مثالي بالبيت، خصوصا الامهات اللي حين بيدرسون وبيشتغلون وحين بيديرون البيت. صح. فصار هوس ان انا لازم اصير الابله المثاليه والام المثاليه والزوجه المثاليه والموظفه المثاليه. انت هذا كله ضغط على الانسان ان كانت مراه او رجل. فالشيء اللي انا ابي اذكر كل واحده اليوم قاعد تسمع وكل واحد يسمع اليوم، ما له داعي ان احنا نحط صوره مثاليه خياليه نقول احنا لازم نصير كذي. هذا العيد استثنائي، بتصير اشياء استثنائيه. طبعًا. السوق غير، المكياج غير، الصالون غير، كل شيء غير هالسنه. عرفتوا؟ كل شيء غير. فانا ما ابي على ابو انا ماني بالوضع المثالي او عيالي ما هم بالوضع المثالي او شكلي مو بالوضع المثالي، فانا هني بتقوقع او بتشنج او بنخش بالبيت. ما له داعي، هذا الوضع عادي، ريلاكس، عيشي، استانسي. بنفس الوقت ما له داعي بعد انت تحطين ضغط على نفسك اضافي فوق الضغط اللي احنا فيه. في ناس مو شايفين او مو حاسين ان ترى موضوع كورونا قاعد يسبب ضغط، ان كنا مدركين او لا، ان حاسين او لا، في شيء قاعد يضغط، شيء مو مريح. كافي موضوع يلا وين الماسك، طلعوا الماسك، ما لبسوا الجلوز، وين ما عقمت ايدك، ما عقمت، غسلوا الايد، وين راح المعقم. عرفتي؟ هذا الشريط كله هذا جديد علينا، واليهال مو فاهمين، طاحت الحلاوه بياخذونها بياكلونها. انزين فهني في رعب صار، شلون الحلاوه؟ عرفتي؟ ولكن الوضع شو المشكله؟ هذا كان كله اوكي من 9 أشهر، من سنه. فكل هذا مو للحين ما استوعبوه يمكن، او ما يبون يستوعبونه. بعد الشيء اللي انا ابي اذكر كل ام ابو يده يد خاله كل هذا، ان العيد هو شنو؟ ان احنا نستانس ونفرح. ما له داعي ان احنا نصعب الامور، ما له داعي ان احنا نحط افتراضات خياليه على العلاقه، على القعده، على الموديل. يمكن انت اول كنتي تتغدين بالعيد ولكن الحين اصعب الغداء، يمكن انت اول كنتي تروحين الشاليه بالعيد الحين صار اصعب، ما يبون وايد ناس من لان في اختلاط. صحيح. يمكن هم الحين قاعد يقولون لك تعالي العيد وانت خايفه لان في وايد اختلاط. دائما نبي احنا شوي نفكر قبل ناخذ اي قرار وقبل نطلع الكلمه وبعدين امبي طلعت وشون ارجع فيها. صحيح. لان في ناس في كل كل جروب صاير له نظرته. في ناس للحين ما طلعوا كلش من شهر 2 قاعدين بالبيت، وفي ناس بس يروحون الجمعيه، وفي ناس ما شاء الله ما قعدوا بالبيت من من مجمع ليه طالعه. هذول نحذرهم. فالكل كل واحد ومنظوره. فتخيلي هذيل ملوت الطلعات والوناس يقول ايش فيكم، وهذيلك متصرعين منهم. عرفتي؟ ففي اشياء كذي. وفي ناس يعرفون فلان يا له المرض. نعم. ولا فلانه ياته امبي هذه او اهما يوهم، واحنا الحين صرنا خايفين منهم. تكح امبي، لا تكح علينا، اخاف الحين فيها. والجو تقلبات الطقس تساعد ترى على فكره. والجو واحنا ما ندري هي منتشله ولا غبار. نعم. ولا رطوبه ولا فيها شيء اخر. فوايد مهم ان عقلنا ما يلعب فينا. نعم استاذه دلال، زبده الكلام. الحديث معك امانه جدا ممتع ومفيد بشكل كبير، واحنا نوصي كل الناس بالتباعد الاجتماعي، وكل حسب خلينا نقول طبيعته في حياته وفي بيته، ولكن لا يهمل الاجراءات والارشادات الوقائيه. احنا ما نبي بالعيد تزيد الارقام للاسف، ودنا ان شاء الله ان نقضي العيد بسعاده وفرح ببساطه، نكشخ كيف نسوي اللي نبي، ولكن نتباعد علشان نجتمع في النهايه كلنا وما نفقد احد يا رب ان شاء الله في هذه الجائحه. صح. يا رب والله يا رب. دلال نورتينا. شكرا والله على الاستضافه، حياكم الله، عيدكم مبارك مره ثانيه. حبيبتي نعاد عليك بالصحه والعافيه، وفعلا استمتعنا معك في هذا اللقاء. حبيبتي حياك. إذن مشاهدينا راح نكمل معاكم إن شاء الله بقية فقرتنا في ضحى العيد، تابعونا.
رجعنا مشاهدينا ومكملين معاكم فقراتنا في ضحى العيد. ومثل ما احنا نعرف ان الكلب العيد يحب يكشخ ويلبس، لكن عيدنا هذه السنه مختلف عن باقي الاعياد اللي مرينا عليها بسبب التباعد الاجتماعي وانتشار جائحه كوفيد 19. اليوم ان شاء الله راح يكون معانا خلينا نقول فقره مميزه مع الزميله انسام الخلف وضيفتها، تابعوهم.